ممكن اعرف شو بتكلف العمليه كلها سوا؟ حسب نوعها لك ابني، شو بيعرفنا قبل بسلام؟ سوب لك عندك يا مرحوم البي 40 ليرة اجرة غرفة يوميا. يا ساتر، هاي الخصوصي لانه في اعتناء. يا اخي والله انا ما قادر ادفع هيك مصاريف ابدا. اصطفل لك ابني، حدا بعت وراك شي؟ فرقنا خيو. انت بدك تقول كم ولد عندك؟ عندي 7 اولاد. واللي بده يجيك الثامن يعني؟ نعم. 7 اولاد والله بزيادة بكفي. بلا هذا الثامن يا اخي، وبتوفر مصاري. خوش والله ما في ولد عم يطلع فيه خير بهالايام. روح. الله طيب معك. اخي طيب، حاضر حاضر، انا رح ادفع كل التكاليف. الله بدبرني، بكره بدبر حالي، بس اسعفوا المريضه هلا يا اخي، حرام عليكم. اسفين، ما بنقدر نمد ايدنا عليها قبل ما تدفع التامين والمصاري. معلوم، بركي بعد العمليه ما رضيت تدفع، او لا سمح الله صاحب الامانه اخذ امانته. اذا كانت ماتت شلون اخي بدنا مين بده يدفع لنا بعدين؟ تتعرف علينا انت؟ مزبوط. والله ما لنا قلب نقلك، بتكون زعلان ومهموم، ما لنا قلب نقلك. مزبوط مزبوط مزبوط. طبعا انتو بتعرفوا شو هو المزبوط؟ شو هو؟ شو هو المزبوط؟ انه الواحد يشتكي عليكم ويوضعكم عم تحدكم انتو امثالكم. جاله ورا عم تهددنا ولا؟ نعم اضبط كلامك عم فهمك. ناولني هالملقط لإلا كم نهنيك، انا صرت متعلم، صرت مرضى بست مرضى ومروح هون، وبدي روح التامن هلا. انا بدي اخرب بيتكم انتو. فقير ولا فقير وعم ترفع صوتك؟ انا بدي اخرب بيتكم. يحرق حريشه فقير وبده يعمل عمليه، روح ما بلا فلسفه، روح خذ طيب. حكمه عربي اعمل لها لزقه، لزقه بزر كتان وشربت زيت خروع عبتلاد. يلا طيب. نعم بغرفه الانتظار ولد. صحيح، يا من تكريم يا رب، يا من تكريم يا رب. تعال هون هات اجرة العملية. لك هرب. وقف لاعمل لك كشف حساب. ايد عجل اوام. توب يحرق حريشه فقير وبده يعمل عملية كمان. له عين يحكي. انا من الحبر. ايد شو انا من الحبر طبعي كان هون بالجيمة هلك، هذيك الساعة كان هون. هذا الاخضر واللي له غطم ذهب. ايه انا شفته وقع بغرفة العمليات. ايه ما بشي. والله وقع بغرفة العمليات، انت عم تعمل العملية. مزبوط. هو نعم. الحقني بالمريض رقم 13 على اوضه العمليه. يا اخي ما قلت لك ركب له سحاب. روح. يا سيدنا نايم والله مرتاح الاخ. يا اخونا مستر 13. يا اخونا تفضل اذا بتريد. خير ان شاء الله. نسيانين كماله العده ببطنك. كمان عمليه؟ الالم تبع الدكتور ضايع. تفضل. لك يا اخي شو عاملين فيي انا؟ شو عاملين فيك؟ انت شو همك؟ عم تروح وتجي على عربية بدواليب ونحن عم نتعذب. ما عم تمشي. الألم؟ الألم حبر. مال الحلال ما بيروح ابدا. اوف الحمد لله. اخي ما قلنا لك تعرف معلمي؟ ايوه. انا هذا المريض. ايوه. صرت شكل لك بأمره شكة فظيعة. خير؟ هلأ هذا بسبع رواح، كم مرة صرنا عاملين له عملية وما عم يصير له شيء، بس عم شكل لك بأمره. ليش بقى عم تشك بأمره؟ قل لي. ليكون هذا شغلته حرامي وجاي عامل حاله مريض، هلأ كم غرض لقيناه ببطنه وصار سارقهم ببطنه، وأنا كمان هلأ ضايع لي جوز جرابات، عم شك فيه يمكن ببطنه. لا لا انا هلا اخر مره وقت عملت له العمليه ايه؟ وقت طلعت الالم ستيلو دورت بحبشت ابدا ما خليت شيء، ما منا نسيانين شيء ابدا. اخ اخ دخلكم. اخ دخيل الله. خير شو صار؟ شو بقول دخلك دكتور بين المسمار دخيل عرضه صفحه ولا شو صفحه؟ اخ حاجه اخ اخ عاوني لشوف. يلا الو. نعم مستشفى. نعم مستشفى الأحلام السعيدة قسم الإسعاف السريع. نعم. أهلين. حبقول لحالي شو الصوت النواعي. أهلين ازدهار. شو الظاهر معلمتك مو بالبيت؟ صحيح؟ إمتى رح تكبي الزبالة؟ آه؟ شي نص ساعة؟ والله أنا قلبي اللي بده إسعاف. إيه. شو بدنا نساوي؟ الشغل لفوق راسنا. هالمرضى ما بينعطوا وش. ما عم بهدا. لك وقع لك وقع من الأرض. لك أنا تعا ساعدنا يا ابني. نعم. ترك التليفون هلا. دقيقة هلا برجع بفتح لك تلفون. وقع واحد مريض على الأرض. يا أخي حميل 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 معي.
هيك وقعت الشغال؟ صرت موقع ثلاث قطع على الارض اليوم انت. اللي لشوف وين ايش تصرخ؟ شلون بلع المسمار يا خيي؟ نحن اثنين نجارين. ايوه. وهيدا شريكي بقى طالع عصيبه عم يدق المسمار وحاطط ثلاث اربع مسامير بتمه مثل العاده. ايه؟ بقى انزلت المسمار. ما بنقدر نمد ايدنا عليه، لازم نعمل له تصوير شعاعي، نعين موقع المسمار. بده تصوير؟ ما انا في مصور صاحبي ببعتك لعنده، قال له يعمل لك ست صور تذكره وواحده بوستال ملون. لك عامل لك تصوير شعاعي مو تصوير شمسي. تخيلكم رح يموت. طيب طول بالك لحظه لاكتب لك رشيته مشان المصور الشعاعي. لا لا شو بدك بالتصوير وشو بدك بالعذاب؟ انا عندي دواء بيسعفه. شو هو؟ دواء جاينا خصوصي من المانيا. والله؟ ايه. دخلك عجي. بس انا عم اركبه هون. هاد؟ ايوه. حق القنينه ثلاث ورقات. بس بيشرب القنينه يا معلقه بتلاقي هال شو اسمه؟ هالبسمار سلت لحاله نزيل. هاد؟ ايه. هديك اليوم في واحد بالع اجى لعنا بالع نص ليره فضه. اول ما اخذ اول ما شم ريحته شم واخذ معلقه نزلت فرنقات ونصاص فرنقات. شو عم تحكي؟ هي والله كل القنينه كلها بليرتين. الله وكيلك ما عم بكذب عليك، شوف كله ورقتين بثلاث ورقات وورقتين ونص ورقتين، لك ورقتين باعتبارك انت صاحبنا. شايف شو؟ وبعدين لكل الامراض منيح عني هاد. بيجي مثلا انت شو مرضك؟ روماتيزم، دمامل، رمد، عصبي، مغص، احلام، مشي اثناء النوم، وقفه، جذبه، جنان، صرع، ميله كتف، ميله ايد، كسر رجل، على اونه، على دوي، على طريق، برقتين. هذا كلياته موجود هون. هذيك اليوم اجى لعندي واحد عيونه ما عم شوف فيه، اعطيته معلقه من هالدواء ولا اول ما اخذ معلقه ما كان اعمى وما بشوف يا اخي، ولا صار يشوف الزلمه عشرة. معقول؟ والله معقول. ليكو هي الدواء وهي قديش اخذين؟ 100 زلمه اخذين منه. بس هناك نام انت. ما بصدق انا، ما بصدق. شو هالمساله؟ شو هالكلام؟ شلون ما بصدق؟ بس لا تقول له لمعلمي، لانه ما بيرضى بيع باعتبار بيعرف انه انا شاطر حتى ما ضارب عليه. لا تقول له وطي صوتك، بيعك اياها بيني وبينك بورقتين، ما بربح عليك غير فرنك. الله وكيلك. اذا كان عم بربح معك اكثر من فرنك لا تسامحني. طيب لكل شيء. هذيك اليوم اجى لعنا واحد مكرسح، لا ايديه بيحركوا ولا رجلي. شايف شلون؟ اخذ اول معلقه حركه ايده اليمين، اخذ ثاني معلقه حركه رجله اليسار. لا يا ربي ليش الكذاب؟ اول معلقه حركه ايده اليسار، ثاني معلقه رجله اليمين، ثالث معلقه حرك ايديه ورجليه كلهم، نزل لعب ماتش فوتبول وتغلب. طيب طيب هي تعطيني قنينه قديش حقها؟ ورقتين، ليرتين سوري، ليرتين سوري لبناني. طيب. بتعطيني سوري ما في طيب تعطيني. طيب. فرقونا. طيب ما رح نختلف. طيب لبناني معلش. طيب هات القنينة هات. طيب تفضل حجر. معقول ينزلوا؟ معلوم كل شيء ما تخاف انت، كمان الرمل منيح. طيب ضعيف لارجيك هالشوفه. طيب وطي صوتك. شوف هالحجر. ايه. شايفه؟ ايه. هذا نزل واحد معه رمل، شرب من عندي قنينة قام نزل هذا الحجر كلياته. يا سلام يا لطيف. شو هالعجيب؟ ايه؟ بس ما بصدق انه هيدا بينزل من زلمة. طيب شو انا عم كذب عليك؟ انا كذاب؟ ما مش معقول. عم تقلي كذاب؟ مش كذاب. طيب منين بده يجيبه اخي؟ منين بده يجيبه؟ وقع من السقف شيء؟ في شيء جنبنا حدا عم يعمر بناية؟ طيب ما طيب. في حدا جنبنا. طيب طيب, طيب هات هات اعطينا القنينة هات. ورقتين لبناني. طيب طيب ورقتين لبناني. تعطيني فرقود. طيب 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 مسيك بكره بتدعي لي وبتقول الله يبارك له. طيب بس عنية بده ينوي شو مرضه اول. ايه. ينوي شو مرضه وطيب راسه. ايه. انا ما قلت لك 20 مره انه ما تعمل هيك شغلات؟ لا رح عجل. خد يا ابني. طيب. هذا لقسم التصوير الشعاعي، خلي يصوروه بعدين بتجيبه له. بس قال لي الاستاذ انه بتنزل بالمي العجيبه صحيح؟ المي العجيبه لا، روح صور وتعال بلا مي. طيب. عجيبه. طيب طيب. أنا 20 مرة فهمتك إنه بطل هالغش هذا. كل الناس عم تغش. كل الناس مو ضروري أنت تغش، أنا شفتك على بكرة واقف قدام حنفية المي. وعم أنت حضرتك ألف مريض صرت أعطيه إبر مي وآخذ حقه ليرتين الإبري.
طيب مو ضروري تقلدني، هذول مو كنت على بكره قدام حنفية مي عم تساويهم؟ عم بغسلهم بقناة. بعد ما غسلتهم عبيتهم، هي مية شرب عم تبيعها بليرتين وبثلاثة. أحسن ما حط دواء وسخ فيهم، مية كيف ما كانوا نظيفة ما بتضر ولا بتنفع. يعني بركي حدا دري فينا. المهم هلا أنا لسه بتقطع رزقنا من هون ومن هون، منين بدنا نتشوس بعدين؟ عم بقول لك إذا بشوف الأناني هدول تاني مرة بكسرولها. فايت ارتاح شوي، بو هلا كل ساعة إجا واحد إيده مشروطة رجله مشروطة تصرخني. ما عم يعرف الواحد ينام ساعة يا مستشفى. يعطيك العافية. مشان إيش؟ الطبيب المناوب من هون يا ابني. الطبيب المناوب مو هون يا ابني؟ لا مو هون يا يابي. أنا عم بمزح معك؟ يو مزبوط، فهمت؟ الظاهر أنت عصبي. واقف لك كمشتها. عندي دواء اسمه هي أربعة آش كاطر، هذا للعصبي ما في منه، تركيبنا هون ودواء من أحسن ما يكون بيشفيك من العصبي أوام. الأنيني حق ليرتين، إذا كان عم غشك الله لا يسامحني، ما بربح عليك إلا فرنك للروماتيزم، للوجع المفاصل، وجع الأدراس، وجع العيون، للعمى. حلو كتير، حلو للصرح. وأنت كمان في لك عندي حساب. لا نقدي البيع نقدي، حساب ما بدي ما بأيد. فهم شو عم بقول لك؟ روح شوف الدكتور حسني اللي يجي لهون بسرعة، قل له فط الصحة بده إياك. انت لم حستي دكتور بسرعة جيب لي الدكتور اوام حسني دكتور حسني شفت شي الدكتور حسني ضايع شفته دكتور حسني ما بطني ما بطني واقف وين رحت ما بطني وين رحت لك واقف هات الدكتور ما بطني واقف دكتور شفت ما بطني لا لا يا عالم لك لا تعلي صوتك يا هو واقف تعاوني تخلصوني دكتور حسني لك دكتور حسني شفته تغيرك الحالي عملوا معي ثلاث عمليات، أول عملية ضيعوا الملط، العملية الثانية ضيعوا الألم، والعملية الثالثة مضيعين الدكتور حسني شو هالعياط؟ شايف شو مبسوط دكتور هذا عم يرقص قد ما مبسوط عنا دكتور حسني حضرة المفتش اعتبر نفسك موقوف عن العمل أنت ومساعدك، حضرته شو اسمه؟ غوار طوش يا سيدي غوار طوش عاشة الأسامي ابن مشعل تفضلوا معي بس إذا سمحت كلمة السبب تفضلوا معي وبعدين السبب تعرفوا قدام المحكمة إذا عندكم كلام ابقى احكي أنت وصديقك هذا لأنه أسأتوا للمهنة اللي تمنتوا عليها بس أنا دكتور أنت طبيب يعني نعم طبيب بريء منك يا أستاذ نقاط الطب هي اللي أشهدتنا عليك وعلى أعمالك تفضل بس يعني بس وانت كمان تفضل معنا والله كلامك مظبوط يا حضرتك تفضل يا ابو هي اربعة يا ابو هي اربعة تفضل معنا مش يرب انك تخترع لك شيء هي خمسة دواء هيك بلك بشفيك من ايدي المحكمة Thank you.